شكرا للأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الرياضة. الكلمة الآن للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي يتحدث لأعضاء النادي الأهلي في هذه المناسبة، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية برحب بالسيد الوزير الدكتور أشرف صبحي والسيد المحافظ اللواء خالد عبد العال لحضورهم وتشريفهم، وبرحب بكل السادة الحضور أعضاء النادي ولاعيبة النادي وكباتن الفرق اللي ليهم دور كبير جدا في رفعة الرياضة بالنادي الأهلي. الحقيقة يمكن النهاردة يوم من الأيام اللي احنا بنسعد بيها جدا وبنفخر بيها جدا، للنادي الأهلي النهاردة يمكن السلوجان اللي احنا أو اللوجو اللي احنا ماشيين عليه بقالنا 4 سنين دلوقتي، تاريخ مبادئ تطوير. النهاردة لحظة من اللحظات اللي فيها التاريخ الإنشائي للنادي الأهلي أو التطور الإنشائي للنادي الأهلي. اللحظة دي لحظة احنا سعداء بيها جدا، لأن الحقيقة يمكن أنا في مجلس إدارة من سنة 88 كعضو مجلس إدارة، سنة 90 استلمنا الأرض هنا ابتدينا نشتغل، وكان من أول يوم احنا بنفكر يكون هناك أو مجلس إدارة يعني بيفكر يكون هناك جراج يسع لأعضاء النادي، لكن كان هناك بعض التراخيص وبعض الموافقات من بعض المؤسسات كانت من الصعوبة. الكلام ده من سنة 90 أو ما ابتدينا. فدلوقتي احنا ليه الواحد سعيد باللحظة دي؟ لأن على مدار أكتر من 20 سنة احنا بنحاول فعلا ناخد نعمل هذا الصرح اللي حضرتك شايفينه. الصرح دوت أعتقد يضيف للنهضة الكبيرة جدا والإنتاج الفعال بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي كان بيمر وشاف المكان وقال لي انتوا ما تستغلوش المكان ده في هذا، يعني في تسهيل للأعضاء، قلنا له ده الأمر اللي احنا كنا نفسنا فيه من 20 سنة فاتوا. فكان هناك توجيهات فورية ان احنا نبتدي فورا في السور دوت، السور اللي كان اخر سور موجود مع المنطقة دي كلها. فالحقيقة دفع عجلة الانتاج دي بتخلي الناس كلها الحقيقة بتشتغل، وفي نفس الوقت كمان بتخلي الناس كلها سعداء بالمظهر اللي حضرتك شايفينه النهاردة. الباركينج بحمولة الباركينج او السعة بتاعة الباركينج حوالي 700 عربية، لكن احنا ان شاء الله برضو التطوير من سلوجان النادي تاريخ مبادئ التطوير، التطوير ان احنا عايزين نضاعف ان شاء الله هذا الرقم. نبتدي بقى من بداية السنة الجديدة بإذن الله يكون في اللي هو الباركن الهيدروليك، بحيث ان احنا ناخد اكبر عدد اكبر من 700 عربية ان شاء الله. الحقيقة في النهاية يمكن بشكر كل اعضاء النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، هم داعمين دايما للنادي الاهلي، اعضاء وجماهير. جماهير النادي الاهلي هي الداعمة دائما للنادي الاهلي، والاعضاء جزء من الجماهير. عشان كده انا بقول لهم يعني اعضاء النادي الاهلي انتوا استحملتوا فتره طويله، لكن الحمد لله لكم انكم تفخروا بما تم. مش بس ده، لحاجات اخرى كتير من خلال برنامج عائله النادي الاهلي اللي احنا ابتديناه من 4 سنين. البرنامج اعتقد الحمد لله كله تم، يمكن الحاجات اللي ناقصه واحد او اتنين حاجه او حاجتين، يمكن عشان موضوع كورونا والتجمعات، منها مثلا على زي ما انا فاكر حضانة للأطفال، مكان للأطفال، طبعا مع الكورونا صعب جدا ان احنا نعمل الكلام ده، عشان كده وقفنا شوي. وكمان البرنامج ده احنا عدناه بحاجات ما كانتش موجودة وعملناها كمان، الحمد لله رب العالمين. وده حق جماهير النادي الأهلي وأعضائه على أي مجلس إدارة، أي مجلس إدارة بيجي وأي واحد بيعين في هذا المكان أو بيكون موجود من خلال انتخابات في هذا المكان، هي ثقة الناس فيهم وثقة الناس انها انت جاي طالما يعني بتقدم نفسك لخدمه الناس لازم تكون على هذا، يعني هذا المحك انك فعلا تخدم الناس بوقتك وفكرك ومجهودك، ما تبخلش لان الناس ادتك ثقه كل وقتك للناس، ومع ذلك تحافظ على مبادئ وقيم النادي الاهلي. الكلام ده لاي ليا ولاي عضو مجلس اداره حالي او قادم. مرة تانية بشكركم جدا، بشكر الأستاذ الحضور، وعلى بركة الله إن شاء الله ننتهي من النهاردة استخدام جراج النادي الأهلي بإذن الله. شكرا لكم وشكرا لكل الأستاذ الحضور، شكرا سيادة الوزير، شكرا لكم.
شكرا للكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، وشكرا لكل مؤسسات الدولة الداعمة لكل من يعمل لمصلحة الوطن. شكرا للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ومحافظة القاهرة وكل الجهات المعنية، وألف ألف مبروك لأعضاء النادي الأهلي. والشكر حق وواجب لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب الذي وعد فأوفى لأعضاء النادي الأهلي في مدينة نصر. في إضافة عند حضرتك كابتن؟ عندي إضافة الحقيقة، وإضافة مهمة جدا، إن المؤسسات الدولة لما بتتعاون الدنيا بتبقى يعني بتنهض يعني. عشان كده شركة أبناء سينا، شركة أبناء سينا الحقيقة كان في بعض الأمور اللي مخلية المكان ده اتأخر جدا في الظهور، والأستاذ حاج إبراهيم العرجان والأستاذ عصام ابنه الحقيقة ممكن اجتمع معايا وقال ووعد إن هو في خلال أسبوعين هيخلص الموضوع ده، أسبوعين مع كل الحاجات اللي متأخرة جنبها جانبا كده، وقال لك محدش نتكلمني على ولا فلوس ولا مش عارف على حاجة، إحنا هنخلص الموضوع لأن ده أحد المنشآت الرياضية الكبيرة في مصر. فأنا بشكرهم جدا. الشكر موصول زي ما قال الكابتن محمود الخطيب لشركة أبناء سينا وقيادات هذه الشركة الوطنية العملاقة، إحنا بنشكرها وبنبارك لأعضاء النادي الأهلي في هذا اليوم المهم بالنسبة لهم. شكرا لحضراتكم جميعا، وإن شاء الله نلتقي في احتفالات أخرى قريبة خاصة بمنشآت النادي الأهلي وفرق الرياضية الخاصة بالنادي الأهلي ومبادئ تطوير إن شاء الله بإذن الله.